تحاول قوى المعارضة إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية من خلال ما أسمته خريطة طريق مبنية على اقتراحين عنوانهما التشاور كحل عاجل لوقف التعطيل. وتحت قبة البرلمان بدأت المعارضة بالتشاور مع الكتل النيابية، والتقت حتى الآن الوفاق الوطني والتكتل الوطني المستقل ونواب صيد جزين. النائب غسان حصباني اعتبر أن التشاور هو الخطوة الأولى من مسعها، وهي على استعداد للتوسع في النقاش إذا رحبت الكتل النيابية بذلك. نعتبره تشاور اللي عم نعمله، عم نطرح أول شيء الآلية تيكونوا كل القبلانين، نحن بهمنا نروح على جلسة ونعمل انتخابات رئيس جمهورية، إذا بحبوا يتشاور بأسماء ما عندنا مانع من فهم بنشاور بأسماء، وإذا قوى سياسية حابة توسع التشاور ونكمل فيه بنكمل فيه ما في مشكلة. كل حدا من الكتل عنده النيوانس تبعه وعنده رأيه بالموضوع، ولكن هل التشاور اللي عم نعمله هو بيصب بنفس الاتجاه وبيجمع كل المبادرات اللي انعملت بالسابق. التكتل الوطني المستقل يرى أن المعارضة لم تطرح اسما جديا حتى اللحظة، وهذا ما يزيده تمسكا بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية. بجعبتنا فيما يكفي من حجج لأنه ما نتخلى عن سليمان فرنجية، يا بيقنعونا يا منقنعون يا منتنافس، ولكن اليوم نحن ما عم نشوف عند المعارضة في أي مرشح لهذه اللحظة جدي، دائما في ورقة تركينا مخفية، وكأنه منشعر يمكن ما يكون عندهم شيء، هناك مصيبة أكبر، بس المصيبة الصغيرة إنه هي في ورقة دائما نايمين عليها أو كذا ورقة وعم بيحرقوا ورقة ورا ورقة. نحن ما طرحنا سليمان فرنجية تنحرقه ولا تنزيح عنه. في المقابل لم يبدي النائب أسامة السعد تفاؤله بمسعى المعارضة، معتبرا أن التعقيدات كبيرة في هذا الملف وتتأثر بالتبعية إلى الخارج. يعني هي مساعي مستمرة متواصلة ومش عم توصل لنتيجة، واضح انه مش عم توصل لنتيجة، ولا اعتقد انه هاي المبادرة او هاي المسعى حيوصل لنتيجة بالقريب العاجل. اكيد في تعقيدات كتيرة مرتبطة بطبيعة التركيب اللبنانية اللي هي دايما عم تربط حالها بظروف خارجية بأوضاع خارجية، مش عم تاخد يعني مبادرات وطنية. وستستأنف المعارضة جولاتها على الكتل النيابية في محاولة لتقريب وجهات النظر، فيما تعول على اللقاء الذي سيجمعها مع الثنائي الشيعي.